رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ونورا دلوقتي في الاستوديو استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. يا مساء الفل عليك، منورنا وشرفنا كالعاده في قناتنا. ربنا يخليك، النور باهلها طبعا وباسم النادي الاهلي وجماهيريته العريضه الكبيره في مصر والعالم العربي والعالميه. طبعا من امبارح للنهارده والايام اللي جايه طبعا ما فيش كلام غير عن مباراه الاتحاد السكندري امبارح في الدوري المصري ممتاز، وكمان المباراه القادمه باذن الله يوم السبت القادم قصاد سان داونز الجنوب افريقي. نتكلم عن لقاء الاتحاد السكندري اللي كان مليان وكان فيه العديد من المكاسب، اشراق طبعا لعيبه جديده، رجوع بقى الروح الحقيقيه للنادي الاهلي 90 بلس، وبعد ال 90 بلس وتسجيل هدفين يعني تصدرنا كمان لجدول ترتيب الدوري الممتاز في الموسم الحالي حتى ان كان مؤقتا، ولكن قدرنا ان احنا نتصدره في الوقت الحالي. شايف المكاسب من المباراه دي ازاي؟ لا الحقيقه مكاسب عديده، وطبعا ما عدا يعني بلس 90 لانه ده يعني يعد كدر اهلاوي، عاده اهلاويه. صحيح. وبالتالي هي تأكيدها بالأمس مش بس فكرة عودتها، لكن تأكيدها بالأمس هو ده اللي كان مدي لجمهور النادي الأهلي ثقة غير عادية، إنه الدقيقة 90 هي تعني بالنسبة لهم بدء مش لقاء آخر، لكن بدء إضافة. صحيح. ربما أكسجين جديد للاعبين، لكنه أكسجين ملون باللون الأحمر، يعني صحيح. بمعنى أنه هناك مع كل فريق ما يميزه، وبالتالي هي حالة أهلوية بالمرة. كمان عودة الكثير من اللاعبين تحديدا على رأسهم رامي ربيعة والمدافع اللي لعب بجواره ياسر إبراهيم، وبالتالي طبعا أنا بكلمك الأول على الخط اللي كان دايما الناس بتلعب وكأنه. صحيح. يمكن أنا مرة قلت لك هنا كأنه يعني يجيد أيمن أشرف بينما هو مش ظهير ثالث لكن كأنه ظهير ثالث. صحيح. يجيد بس كان بيأدي فيه كويس مؤكد، لكن تخيلي بقى أنه يبقى عندك رباعي بيلعب منهم اتنين شغلتهم. صحيح. الظهير الثالث. صحيح. بقى في أسطى جديد اسمه صالح جمعة عاد لمكانته وهياخد بقى مفتاح للورشة من ناصر ماهر. فكرة الأسطى دي فكرة مهمة جدا في طبعا. نص الملعب، وبالتالي المدير الفني هيبقى عنده اختيارات زيه زي غيره من المدراء الفنيين، خاصة لما يبقوا من مواليد التدريب في أندية كبرى. يمكن صالح جمعه بالاخص لسارتي اشاد بيه بعد اللقاء ده وقال ان هو فعلا كان عنده يعني وعي ان دي الفرصه الاخيره ليه بالنسبه له، ابتدى ان هو يخس، ابتدى ان هو يلتزم، بين اداء اخر خالص مش بس على مستوى التدريبات وكمان على المستوى الشخصي. مؤكد، لانه في الاخر شوفي اللاعبين يحتاجوا لفرائض غائبه كثيره جدا، اهمها فكره، وانا بقول لاخواتنا الصغارين ولادنا اللاعبين أنت تفقد أهم ما يميز النجم المحترف، ألا وهو الإيجنت بتاعك، الوكيل، المدير، أنا آسف مش السمسار اللي بيجي يوقع ويقتسم معك يعني بعضا من رزقك، وأنا بقولها لك كده لأنه نجم كرة القدم هو الوحيد الذي يستحق أضعاف مضاعفة من الأموال والأرباح، لأنه هو الفارس الذي من أجله تدور عجلة صناعة اسمها كرة القدم واقتصادها، زي نجوم السينما، زي نجوم الرياضات الكبرى اللي منها طبعا السلة واللي محدش يعرف انها الأهم ربما والأغلى حول العالم. ومن ثم اعتقد احنا بنتكلم عن فكر الايجنت ما هو ده، لأنه اللي هو مدير اعمالك مثلا، مدير ينظم له اهم فتره في حياته، فتره فتوه الشباب، فتره صبا، فتره مراهقته اللي بيمنع نفسه فيها عن اشياء كثيره جدا. صحيح. لحين انتهاء مشواره. هو ما هوش مولود يعني كشاب، مش فكره صالح من عدمه او طالح، لا فكره انه اكيد وهو في هذه السن يحتاج لمروض. صحيح. يحتاج لحد طول الوقت على ودنه بيكلمه. طيب. ده بيبقى الفريق كمان الايجنت معاه 7-8 بيديروا له حتى ملابسه، حتى بيتكلم. صحيح. ازاي بيختار ازاي المطعم. صحيح. والكافيه وحاجات كتير لا أكيد. تثير حوله. أكيد. ربما شبهات. يمكن اللي بنشوفه هنا في مصر بنلاقي دايما الايجنت او اللي ماسك اعمال اللاعب او اللي بيتفاوض بالنسبه، بس ما تقوليش ماسك اعماله، هو يا دوب بيمضي معاه وشكرا. لا مش بتكلم عن ما عدا 2-3 الحقيقه، يعني ما عدا شخصين 3 للامانه. يعني صحيح. انا مش بتكلم عن استاذ مصر، انا بتكلم عن
اللعيبه بنلاقي دايما اللي معاهم دايما وبيوجههم وامضوا هنا اعملوا هنا، بيتفاوض بالنيابه عنهم دايما، بيكون مثلا الوالد الاخ الكبير. حتى دي هو مش فاهمها، مش فاهمها بالمناسبة. دي دراسه بالمناسبه، غير انها دراسه. كل نجم، وعلى فكره ميسي كده وقد جاء الى مصر وشفنا رؤى العين، معاه اخوه ومعاه جوز اخته، تخيلي دول ايه بقى يا سيدي. انت عاوز يبقوا في فريق عملك، اهلا بيهم، هم فعلا بينضموا، هم فعلا بيتحول لهم جزء ربما يعني وكانه راتب، لكنهم ليسوا المحترفين في مساحه العمل دي، لكنهم حولك دفء، حولك حميميه، حولك خشيه عليك، انما مش هيتحول هو فجاه لدراسات وخبرات عاشها الايجنت. بعض وكلاء اللاعبين حول العالم يعني اسماء شهيره جدا، هي مؤسسات الاهم فيهم يعني الاسم بس مندوزا يمكن عنده 4000 موظف حول يعني في مؤسسته دي، وبالتالي النجوم عندنا بتقع مننا انه ليس لدينا من يديرهم. عشان كده في الاغلب العام في النادي الاهلي بيستبدلوا ده بحضانه اسمها مدير الكره، اسمها لجنه الكره، اسمها مجلس الاداره، ولو انه ما بيقترفش من الفنيات، لكن بيحاول يدعم نجومه الشبان بفكره يعني، ويحاول يحافظ عليهم، بينما دي مهمة ناس أكل عيشهم بالبلدي كده، وجودهم مرتبط بكده، لأنه ده بيقبض معاه حتى في المكافآت والمرتبات. الناس يمكن فاكرة أنه بياخد في أصل الصفقة بس، وبالتالي وكل ده على فكرة مش من جيب اللاعب، ده ضمن العقد اللي مع النادي. ومن ثم دي مشكلة لابد لها من حل، واعتقد انه مهم جدا انه احنا بنتحول لصناعه، يبقى مش اي حد يشتغل الشغلانه دي. نفسنا نشوف في الشوارع مكاتب مكتوب عليها فلان الفلاني وكيل لاعبين، شركه تسويق، ايجنتس، مش عارف ايه، وبالتالي هو نفسه هيخلق وظائف، هو نفسه هيدفع ضرائب، هو نفسه هيدخل الاقتصاد. لازم تكون مرخصه طبقا بقى لمعايير معينه، معايير للترخيص، مش مرخصه ثم معايير، لا، معايير يبنى عليها في الطريق للترخيص، وبالتالي ما نفقدش يعني ما يسمى بالمنتج الاصلي، بهذا الذهب الذي يخرج من منجم اسمه مصر، 100 وحاجة مليون اكيد. صحيح. يخرج من منجم المواهب فيها الكثير والكثير، نفقده بسبب عدم وجود الام الحاضنه دي او الحضانه الموجوده دي. وبالتالي عشان كده لعبتنا بتنجح مع المربيه الاجنبيه، لعبتنا بتنجح لما بيجي ايجنت عالمي يخطف لاعب، مش يخطفوا بالسوق، لا، يخطفوا ايجابيا، يخطفوا من الواقع. طب ازاي تقييمك ايه مثلا لمدير اعمال محمد صلاح رامي عباس، شايفه ازاي؟ شغله، لكن برضه بخبراتي اعتقد انه بيدوس شويه في حته البيزنس بدري، يعني حوله لاله في البيزنس والاعلانات بدري شويه. ليه بدري؟ وبالتالي في الاخر عمر لاعب الكوره كام سنه؟ هقول لحضرتك ليه؟ لانه لا، مش بدري قوي، بقول لك بدري شويه، لانه هو خايف من المنتج العربي، لم يثبت بعد انه قادر للعيشه لغايه 34-35 سنه، فبيقول لا، ده صلاح عامل معادله زي ميسي ورونالدو، بس يعني بس الفيرجن العربي كم يير سيادتك في الفيرجن العربي، الى ان يثبت صلاح انه هيعيش طويلا باذن الله، إن شاء الله. ساعتها مش هتبقى هجمه 200 اعلان في الثانيه سريعه زي دي، لكنه الحقيقه بيديره على اعلى مستوى. صحيح. نتمنى وجود اكثر من حد، مع احترافي واحترامي الحقيقه الاثنين ثلاثه في مصر الحقيقه بدون تسميه قريبين من النموذج العالمي يعني. نرجع بقى لمباراه امبارح، احمد فتحي يعود بقوة. صحيح. وهو ثقل لنقل الكثير من الخبرات. أكيد. والكثير من الثقة للفريق حسام عاشور اللي دايما بيأدي دور عظيم جدا، وهو لا يتحدث عن نفسه كثيرا إلا بلعبه وبأدائه. الحقيقة امبارح رصيد الأهلي في بنك الاحتياط، لأن كل الكبار لديهم بنك احتياط وليس دكك بدلاء، رصيد الأهلي تعاظم، بقى موجود بالفعل. حقيقي. بقى موجود بما يسمى رصيد ذهب، مش بس. صحيح. مش بس وده اللي خلى ان الحلول تبقى حاضره دايما عند مارتين لاسارتي. بالظبط. انما شوش على الاداء شويه، ربما التوتر عقب التعادل في الكلاسيكو او الديربي، وخشيه اللاعبين ان تفلت منهم مباراه سيد البلد او الاتحاد السكندري، عشان كده الدقيقه 80 شهدت لمده 4 دقائق لعثمه ما كانتش موجوده قبل الدقيقه 80، ثم استعاد الفريق الاهلاوي ما يمكن ان يكون قوه الدفع مع اقتراب
الدقيقه 90 اللي هي بلس 90 الاهلاويه دائما يعني. صحيح، شفنا امبارح كمان مشهد بقى حلو قوي، يا ريت ان هم يجيبوه لنا هنا على الشاشه بعد طبعا الاحتفال بالهدف الاول، كابتن سيد عبد الحفيظ، رمضان صبحي، وسعاده سمير، ورامي ربيعه، وناصر ماهر، وكلهم طبعا من ابناء النادي الاهلي. طبعا لانه في الاخر فكره الفرحه العارمه دي معناها انه كان في شغل، كان في شقة، كان في محاولة للوثوب إلى القمة. صحيح. ولو لمدة 24 ساعة زي ما حضرتك قلتي، ولو مؤقتا زي ما أكدتي، لكنها مكانة النادي الأهلي. صحيح. لكنها الوضع الطبيعي للنادي الأهلي. هم بحثوا كثيرا عن العودة ولو مؤقتا لحين تدارك الأمر. أهو الهدف الأول. أيوة أهو، فرحة طبعا لا يمكن قياسها، لانه الفرحه مش غريبه على النادي الاهلي ولاعبته ونجومه وادارته لما يحرزوا هدف حتى لو كان في نهائي ولو نهائي قاري، لكن الفرحه هي من مواليد برج الثقه او عوده الثقه. صحيح. او ان يفوز النادي الاهلي في هذه المباراه العصيبه فنيا، رغم هذا التقارب والاحترام المتبادل بين الاهلي والاتحاد السكندري او سيد البلد، لكن كانت لحظة الوثوب للقمة الموسم. صحيح. الحالي برضو هستعير كلمتك أو جملتك، ولو مؤقتا. صحيح صحيح. يمكن كمان الفرحة دي كانت مختلفة، لأن يمكن ما خبيش عليك يعني جمهور النادي الأهلي امبارح لغاية الدقيقة 90 قبل ما يتم احتساب الوقت بدل الضائع الخمس دقائق اللي تسجل فيهم الهدفين، كلنا بقى كنا مصابين بصراحة بالاكتئاب، يعني ازاي المباراة دي هتعدي علينا كده، وازاي هنخسر نقطتين في مشوارنا ان احنا عايزين نحافظ على اللقب المفضل لينا، لقب الدوري المصري الممتاز. لكن الحمد لله الموضوع كله اتغير واتقلب بس في خمس دقائق من الوقت القاتل او الوقت بدل الضائع اللي قدر النادي الأهلي فيه ان هو يسجل هدفين الفوز. شوفي، لازال هناك 10 لقاءات على الاقل هم بطعم النهائيات. طبعا. للاهلي والزمالك ولا فرصة بديل عن الفوز مباراه واحده، ولا بديل عن الفوز، لكن ايضا ربما هناك محطات هتبقى صعبه جدا زي محطه سيد البلد او زعيم الثغر او الاتحاد السكندري، خاصه مع اداره محترمه زي الراجل محمد مصلحي، واداره فنيه محترمه ايضا ومحترفه مع حلمي طولان وكابتن وليد صلاح الدين. طبعا. وبالتالي سيقابل الاهلي انداد، ها، لانه البطل هذا هو واقعه، ان يقابل انداد يريدوا احتساب جولات لصالحهم مع البطل، ومن ثم لسه برضه الزمالك هيقابل نفس المطبات الهوائيه. كل المنافسين في ال 11 او 10 ماتشات او 10 اسابيع القادمين هيواجههم ما يسمى بالرسم القلب اللي على قديمه، ده اللي كان بيجي في افلام الابيض واسود. صحيح. قبل الالات الحديثه. صحيح. يعني هتلاقي فيك مش في الاداء، في النتائج ربما. صحيح. ستترتب. صحيح. نتائج على اخرى، لكن حال الاهلي انه دايما ما بيحبش يستنى، اللي هي فكره ان يتكل على الاخر او ينتظر ان يكون تعثر هناك للآخر. تعثر للاخر او ان يحقق له الاخر نتيجه. أكيد. محببه اليه. طب يا ريت نشوف كمان الهدف الثاني للنادي الاهلي امبارح في المباراه، شفنا بقى الهدف مهم قوي. طبعا في انتصار يعني شخصي لرمضان صبح. طبعا. هو شعر بانه بيشكك فيه، هو شعر بانه يعني محطوط في مربع كده الشك واليقين. الهدف قدام ده اهو. ايوه. كمان يعني هذا التعاون غير طبيعي لا تجديه الا في النادي الاهلي، في صفوف النادي الاهلي. صحيح. اولا ثم ينتقل للاخرين. يعني ليه بقى؟ لانه في الموقف ده كان يمكن لرمضان استكمال هذا. صحيح. الهدف المارادوني، لكن هو فكر في مصلحة المساوي الفريق. المو صلاحي، سميه زي ما تسميه. صحيح. لكنه فضل ان ياخذ معه مين بقى كمان؟ مش صالح اي حد. جمعة. صالح جمعه العائد، والذي يتمنى زملائه ان يستعيدوه كواحد من اهم العناصر المؤثره في الكره المصريه، وطبعا مع ناديهم النادي الاهلي. صحيح. يعني شفنا هدف اول صاروخي، هدف تاني ماراثوني. ما انا بقول لحضرتك المساله مرتبطه بادوات تشبه دائما واقع النادي الاهلي، زي ما الزمالك لديه ادوات يعيش عليها، زي ما الاسماعيليه برازيل زي ما بنقول العرب لديها ايضا واقع تعيش عليه، الاتحاد السكندري. شوفي كل الكبار في مصر هم كبار العرب ان ارادوا، والافريق والكره الافريقيه. مع احترامي ما دون بقى فكره ان احنا توقفنا عن امداد العالم بالمنتج المصري من اللاعبين، لكن ان شاء الله يعني هنفصح عن ده
قريبا، لان ده المفترض ان يكون متواصل مع هذا الاهتمام بان الكره في مصر تبقى صناعه، وبالتالي لكل كبير في مصر ما يميزه. لكن بتتجمع الكثير من نقاط القوة عند النادي الأهلي دائما. صحيح. طيب لو سألتك بقى عن لعيبة بعينها في لقاء امبارح، رامي ربيعة، صالح جمعة، وكمان طبعا رمضان صبحي اللي يمكن بدل 80% أو 90% مجهود في الهدف التاني. ما أنا بقول لحضرتك هي عودة حميد، عودة مؤثر جدا، إضافة زي ما قلت لك لاحتياطي النادي الأهلي الذهبي في بنك كرة القدم، وبالتالي سيشهد القادم من المباريات رفع بقى فكرة الإرهاق العنيد، لأن الإرهاق أيضا بقى منافس قوي للنادي الأهلي، كان يتسبب في الكثير من الإصابات على فكرة، لأنه التدوير ما كانش بيتم إلا تحت وطأة إصابات، وكان بيخلي الأهلي يستعين بلاعبين في غير مراكزهم حتى لو أجادوا، وبالتالي هذا العود مؤكد أنه يساوي أن الأهلي ما لديه من مهمات، يحتاج لتركيز نعم، لكن المهمات لم تعد صعبة كما كانت قبل شهر تقريبا أو شهر ونص. طيب عايزين نتكلم عن لعيبة النادي الأهلي اللي شايف أن من وجهة نظر حضرتك لازم تنضم للمنتخب الوطني الأول في الفترة اللي جاية أو قبل أمم أفريقيا. خليني أسألك في الأول عن رمضان صبحي، رمضان صبحي ليه مش في المنتخب؟ ومين قال أنه مش في المنتخب؟ على فكرة من يقترب من فكر أجيري يعني لابد أن يعي. يمكن دي تصريحات نادر شوقي وكيل أعماله اللي قال أنا عارف أن رمضان صبحي أصلا مش هينضم للمنتخب الوطني في الفترة اللي جاية. ممكن يكون ده الفترة اللي جاية، لكن مع توالي المباراة أنا ما أعلمه وما أحاول أن أنا أجتهد فيه أن الرجل لديه أجندة، هذه الأجندة مقسمة صفحات، في لاعبين خلاص لا يريد أن يراهم الآن لأنه خلاص هيعرفهم كويس قوي، حافظهم كويس قوي، ربما بعضهم يحتاج لبعض الرتوش، بيترك فريق عمله على رأسهم هاني رمزي يتواصل في الجزء ده، في فتح لزاوية الرؤية، وده اللي مسخن صراع الدوري على فكرة غير منافسة الأندية، إنه بدل الأمر لكل اللاعبين في مصر غير أيام كوبر إنه أي لعيب يبقى كويس ممكن يبقى في المعسكر، وبالتالي زادت طموحات اللاعبين. شفنا عمار هو صحيح محسوب على النادي الأهلي لكنه معار للاتحاد السكندري، لكن شفناه في معسكر منتخب بل ولعب مباراة، شفنا لاعبين كثر، أعتقد أن هم في أجندة أجيري إن لم يكن لأمم أفريقيا فلمواصلة التصفيات ل2022 كأس العالم، وبالتالي هناك بعض اللاعبين تيجي تقولي بسيطة ما تستبسطهاش، يعني نور رمضان صبحي قد لا يكون موجود في المرحلة دي، لكنه المؤكد أنه بهذا المستوى سيكون موجود ضمن كتيبة أمم أفريقيا أو الكان 2019. في لعيبة كده الأمر منتهي، لما يكونوا بيتكلموا مع صالح جمعة يعني كنجم وآخرين في أندية أخرى، بس أنت حضرتك بتتكلمي عن موقف لعيبه النادي الأهلي، أن أنت يا كابتن موجود معانا لكن زود لي كذا زود لي ماذا، يبقى لازم تعرفي أن الراجل الحقيقة بيتعامل بمعادلة احترافية 100%، هو ينزل بأعمار اللاعبين من جانب لأنه لن يقترب من اللاعبين ما بعد الـ30، وأنا قلت الكلام ده مع حضرتك قبل كده. صحيح. وبالتالي هو بس بعديها رجعنا برضه سمعنا تصريحات أن لازم يكون في لعيبة أصحاب خبرات في المرحلة الآنية، يعني قد يحتاج لبعضهم 2-3 وليد طبعا فتحي. هذا الساحر العظيم ربنا بقى يكمل شفاه على خير، احمد فتحي، لكن امتى؟ علشان امم افريقيا 2019. صحيح. لكنه لن يستطيع ان يكون مستبقيهم او مركز عليهم في فتره 2022، لانه الكره كده لا تعترف دائما بالعمر ما بعد الـ30 في المنتخبات على الاقل. طيب احنا كنا بنتكلم في بدايه الحلقه ان طبعا حديث الصحف والمواقع الاخباريه عن نادينا طبعا النادي الاعظم افريقيا هو الكلام عن مباراه امبارح، وكمان الكلام عن اللقاء القادم في في دوري ابطال افريقيا صحيح قصاد سان داونز يوم السبت اللي جاي، اللقاء القادم شايفه ازاي؟ شايفه كعادة مباريات النادي الأهلي طبعا لقاء صعب، طبعا مش هقول أحسنت الإدارة الحمراء أو مجلس الإدارة الأحمر، لكن أقول دي عوايد برضو مجلس الإدارة الأحمر أن يوفر ما هو احترافي لإدارته لناديه سواء في كرة القدم أو غيرها، عشان كده كان
فكرة الطائرة الخاصة، لكنه لقاء مع واحد من عناصر التفوق أو صاحب الديربي الجنوب أفريقي، يعني لأنه أورلاندو بيرتس وسان داونز هما أهلي وزمالك جنوب أفريقيا، وكان عندهم الكلاسيكو بتاعهم أو الديربي بتاعهم صحيح. من حوالي 8 ل 9 أيام تقريبا يعني، وكانين قبل كده مواجهتين كمان معاهم. لا أنا بقول لحضرتك هما يعني دول عناصر القوة، سان داونز وأورلاندو بيرتس، والأهلي لعب الاثنين. لكن الفرق دي ما تخوفش، ليه؟ ليست بالفرق العنيفة على أرض الملعب، الملاعب لائقة نوعا ما، هي رحلات الطيران بس هي اللي مرهقة، 10 ساعات هي اللي مرهقة، ولو أنها يعني بطائرة خاصة، لكن أيضا 9 ل 10 ساعات يعني بتبقى مرهقة ده أكيد، إنما بتهون منها أن تكون الطائرة خاصة وأن تكون الرحلة دايركت، وبالتالي أعتقد أنه مباراة طليق بأن النادي الأهلي يعود منها بنتيجة إيجابية. وأنا الحقيقة امبارح وأنا بتفرج على الماتش، ولما شفت الكلام تطرق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ومع المدير الفني بعد الماتش وكمان الكابتن محمد يوسف، هم بيقولوا رأيهم، قالوا إن هم بيركزوا إن المباراة إن شاء الله يبقى فيها نتيجة إيجابية، قياسا على اكتمال الصفوف من ناحية صحيح. ومن ناحية تانية فكرة إنه رايحين يلعبوا ضيف سئيل في كرة القدم، لكنه مش سئيل في العنف ولا ملاعبه من النوع السيء، الأرضية نفسها النجيل يعني ليس من الملاعب السيئة، وبالتالي الأهلي يمتلك ناصية يعني الفوز أو التعادل في أقل تقدير، ومن ثم أعتقد أنها مباراة تدخل في التصنيف أنها واحدة من اللقاءات التي تستحق أن تكون نهائي القارة، لكنه نهائي مبكر. أكيد طبعا كل الأماني الطيبة للنادي الأهلي بالفوز، إنما لازال مسلسل البينج بونج اللي هي ذهاب وعودة شغال، يعني الناس بس ما تتوترش بدري، جمهور الأهلي استعاد هو أيضا ثقته بفريقه وهي ثقة معتادة أيضا. صحيح. طيب خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مرة تانية عن دوري أبطال أفريقيا وعن النادي الأهلي، لكن بعد الفاصل. رجعنا سريعا، لسه منورنا في الاستوديو استاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم 7 وناقد الرياضي الكبير. مساء الفل عليك مره ثانيه. ربنا يخليك. طبعا احنا اتكلمنا كتير عن الكوره في النادي الاهلي، كره القدم مش بس هي اهم بطوله او اهم رياضه في النادي الاهلي، عندنا بقى رياضات ثانيه كتير جدا في النادي الاهلي قدرنا ان احنا نتميز بيها، وقدرنا كمان ان احنا نتميز في تنظيمها. طبعا لو هنتكلم عن بطوله فولي سيدات، البطوله الافريقيه اللي لسه يمكن خلصنا من ايام، واللي توج بيها فريقنا فريق سيدات النادي الاهلي للمره العشرة في تاريخه والمره الثانيه ليه على التوالي. صح. ومع مين؟ مع واحد من اهم من لعبوا الكره الطائره في القارة الأفريقية، حمدي الصافي. طبعا واحد من عظماء الحقيقة الطائرة يعني عموما والطائرة الحمراء تحديدا يعني، فالحقيقة بقى بما أننا بنقول طائرة فحلق بها يعني الأعنان السماء، والحقيقة كان مشهد رائع تنظيميا. صحيح. وعلى احنا قدامنا لقطات يمكن من المباراة النهائية، والمباراة النهائية شفنا فيها حضور غفير جدا من جمهور النادي الأهلي، شوط مرعب فاستعاد ثلاثة أشواط ومع منافس تونسي يعني مرعب ايضا طبعاً في الكره الطائره. صحيح. نجوم كرتاج. صحيح. طبعا طبعا، وهو منافس غير عادي في القاره، لكنه 3-1 كانت يعني سهله. حتى لما سالنا الكابتن حمدي الصافي نورنا في اليوم السابع، قال انا كل اللي طلبته من بنات النادي الاهلي انهم يلعبوا لعبهم او يرجعوا لطائرتهم، وشرفونا، وبالتالي خدوا الثلاث اشواط من صحيح. غير ضجيج ولا اجهاد حتى ليه هو كمدير فني، و عمل كوتش كمان على المستوى الفردي في الجوائز. يمكن بنات النادي الاهلي وسيدات النادي الاهلي هم اللي حصلوا على العدد الاكبر من الجوائز، 3 جوائز. صحيح. اعتقد لو الزملاء يقولوا لك على السريع، اعتقد مريم وشروق يعني وشروق على ما صحيح. اذكر يعني شفت قد ايه اللعبه بقت مؤثره، بقينا حافظين كمان اسماء نجمات الطائره لانهم يستحقوا حقيقي. كمان بيبقى شيء جميل انه الرياضه في مصر عموما وفي النادي الأهلي تحديدا لما تنطلق يعني حتى في السيدات والأنسات إلى عنان القارة، دي حاجة كنا بنفتقدها. كان بيبقى عندنا فرق قوية لكن ما كناش دايما بنوصل رغم الأجيال العظيمة على التوالي زي كده. طبعا أجيال كانت بتوصل نهائيات وتفوز وكذا، لكن
امام الفرق القويه ما كناش بنفوز زي ما النادي الاهلي بيعمل كده 10 مرات تحسبيهم بسرعه ومنهم 2 ورا بعض. وبالتالي الحقيقه لا جهد مشكور كمان للمهندس محمد سراج. صحيح هو قدامنا دلوقتي هو على الشاشه. والله لسه ما كنتش بصيت يعني. لكن برضه دي من اللقطات النموذجيه في النادي الاهلي وهي تواصل الاجيال. حقيقة. مجالس تاتي بالجيل القادم لاداره النادي ومدارس تعطي الفرص لميلاد نجوم جدد زي ما نجوم في الرياضه نجوم في الاداره ايضا. صحيح. وكل في تخصصه. احنا عندنا كوادر شابه يعني تخلي الواحد فخور جدا بانتمائه للنادي الاهلي. ما هو ده اللي انا بقوله لك لانه انت عندما تختاري بقى على مستوى مصر احيانا في حتى في الاداريين مش في الاداره قد تجدي هؤلاء يعني من يخرجوا من يعني ما يسمى بمؤسسه حمراء او بيضاء او في اي مكان هتلاقيهم دول اللي بيروحوا المنتخبات. ده مدير المنتخب الفلاني، ده مدرب المنتخب العلاني. وبالتالي ده دور النادي الاهلي انه يخرج دفعات ودفعات، اولا دفعات اداره او وكلاء الاهلاويه اللي بييجوا يديروا. صحيح. مكان الجمعيه العموميه النادي، ثم الاداره بقى المحترفه اللي هي الادارات المحترفه. وتلاقي كل ده جنبا الى جنب مع العناصر الفنيه من فرق بقى للاولاد ثم الشباب ثم الناشئين. صحيح. وكذا لغايه لما تمري بالصوره اللي حضرتك شفتيها كابتن حمود الخطيب الذي تسلم القيادة في دوره ومعه مهندس محمد سراج الذي كان مسؤولا عن البطولة الحالية. صحيح. زي دكتور مهند مجدي في بطولة الرجال اللي ابتدت يمكن يوم 1/4/1 ابريل. بالظبط. برضو حفل تنظيم يعني اكتر من رائع زيه زي حفل الفولي سيدات. يعني في الاخر بتحس ان انت فخور وتشرفت ان هي دي الحفله اللي طالعه من النادي الاهلي جوه النادي الاهلي على ملعب او على استاد عبد الله الفيصل. يعني حاجه مشرفه جدا. هي شوفي البطولة عموما مش بعيدة عن أسماء الأندية الكبرى وفي القلب منها النادي الأهلي، لكن عندما تطبق القواعد على الجميع لابد أن يخرج المشهد يعني بصورة تليق باحترام الجماهير واحترام البطولة واحترام الوفود. ومن ثم لما يبقى مجلس الإدارة والاهتمام بالتفاصيل، ما ده اللي بقوله لحضرتك، مهتم بكل التفاصيل ويعطي العيش لخبازه زي ما بيقولوا. لا أحد يتحدث إلا في تخصصه. حقيقة. من عليه الأماكن موجود، من عليه دخول الفرق موجود. أول ما تعملي كده اضمني النجاح وانت يعني من غير ما تحطي ايدك على قلبك. ولا طبعا كل الدعوات بتبقى مخلصة، لكن ولا دعوات يا رب عدي اليوم، مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة إن شاء الله موفقين، يعني دعاء واستجابة من رب العباد، لكن في شأن مختلف، إنك عملتي اللي عليكي أولا وبتنتظري مردود النجاح. وبيبدأ النجاح من النادي الأهلي إن كل واحد يأدي الدور اللي عليه، عشان كده بتلاقيش توتر. يعني ما بقولوش للفرق روح هات البطولة أولا، لا، بيبدأوا الأول بحسن التنظيم، حسن الإعداد، حسن وفادة إذا كان لديك ضيوف، أيضا حسن الأداء والوصول بالمستوى بما يليق بالنادي الأهلي، ثم الحساب على النتائج. الحساب على النتائج في النادي الأهلي طول عمرنا لا نعرف أبدا أنه أولا، لكن يأتي بعد قياس الجهد وكل حد عمل اللي عليه ولا لا. صحيح. طبعا في الاخر احنا بنقدم كل الشكر والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي اللي في الاخر بيطلعوا لنا بطولات بالمستوى اللائق بمصر وبالنادي الاهلي. مؤكد ده انت يعني كمان في نفس اللحظه ومع بطولات الصالات زي ما بيسموها. يعني الكابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره معه ايضا يد الاهلي في القاره السمراء، ذهبوا الى المغرب لبطوله للانديه. يعني اكيد الجماهير برضو بتنتظر من اليد الحمراء انها تقدم هي الاخرى كاس جديده ان شاء الله. كل التوفيق اليوم بس اولا تكون منافس بحجم الاهلي في بطوله الانديه المقامه الان في المغرب. صحيح. تعالى نروح بقى لمنتخبنا الوطني الاول. يلا بينا. واستعدادنا لامم افريقيا. شفت اللقاءات الوديه اللي اقيمت او اللقاء الودي اللي اقيم مع نيجيريا ازاي والنتيجه بتاعته، هل هي كانت دي النتيجه المتوقعه؟ وشفت كمان ازاي لقائنا مع النيجر في تصفيات امم افريقيا. انا مش قلقان لان انا زي ما قلت لحضرتك انا متابع لاجيري. اجيري من الناس اللي مسكت منتخبات عالميه، وفي المنتخبات العالميه النتائج ليست هي القياس. القياس ويمكن الراجل قاله كده ومحدش خد باله، هو يسعى للاعب لاعبين على فكره المؤكد ان واحد منهم عمار حمدي. ليه؟ هو قالها كده، عايز لاعب او لاعبين صغار السن
ينضموا ويصدقوا نفسهم انهم في قائمه منتخب مصر في امم افريقيا 2019. لسه بقى نجوم كل الانديه اللي مع شوقي غريب في المنتخب الاولمبي بعضهم ايضا سيذهب الى المنتخب الاول ضمن المنظومه الكبيره اللي هي 24 لاعب المسجلين. ومن ثم هو عنده بقى الباقي 40 لاعب هيستنى عليهم لتصفيات كاس العالم. وبالتالي لا كان همه ولا هممني باعتباري فهمت هو بيعمل ايه واحد من يعمله في المهنه دي انه نفوز على النيجر، كان همني اشوف المنتج اللي هو بيقدمه. وفي مباراه نيجيريا كان طبيعي جدا في ظل الاجواء دي والاعتماد على قلة قليلة من أصحاب الخبرات أو الأصليين زي ما بيقولوا مفيش أصلا مشكلة إنه كانت النتيجة تبقى بالشكل ده. صحيح، بس يمكن كنا سامعين قبلها كلام كتير إن مثلا اتحاد الكرة بيطلب من أجيري إن هو يلعب بالمنتخب الأساسي عشان ما يصيبش اللعيبة أو ما يصيبش جمهور الكرة المصرية بالإحباط قبل ما ندخل في أمم أفريقيا. طبق طلبات، يعني المهم في أجيري ده إنه ما بينصعش لحد، يعني إيه؟ واعتقد انه برضه ده كلام يعني ما هوش كلام محترف انه حد يقول للراجل يلعب بفلان. انا لسه بقول لحضرتك من عظمه النادي الاهلي انه ايا ما يكون المدرب، لا بقى مش ايا ما يكون المدرب واما تكون الاداره. عشنا ثلاث اجيال، صالح سليم رحمه الله والاعلام لا تعرف، كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه، ثم يتسلم محمود الخطيب وهو من هو. في هذه الاثناء يكون كمان هناك لجان كره لا يتحدث ايا منهم، وحتى الآن يزور كابتن حمود الخطيب الفريق عشان يطلب أن يظهر النادي الأهلي كعادته دائما مشرف لمشجعيه وشعبه أو جمعيته العمومية، لكن لا يطلب من سيلعب ومن لا يلعب ومن سيبدأ ومن لا يبدأ، ليست يعني بمكانة من يدير أولا، ولا أيضا هي اهتماماته، اهتماماته أن يكون الأفضل كأجهزة فنية وأن تأتي الأجهزة الفنية والإدارية بالأفضل كلاعبين وخطط لعب وكذا، ولا حساب زي ما قلت لك على النتائج، لكن الحساب على كتل من الوقت أو العقود. وبالتالي الأهلي في حتة تانية خالص، عشان كده بقول لك أجيري في حتة تانية خالص باستثناء بعض المدربين اللي جم دربوا منتخب مصر وعلى رأسهم الراحل العظيم محمود الجواري وكابتن حسن شحاتة والاثنين وطنيين، يعني اللي هو لا يتدخل أحد في عملهم مش بسهولة أبدا. فرصتنا للتتويج بلقب كبيرة أمم أفريقيا، وانت بتتكلم عن أمم أفريقيا في مصر، برا مصر إذا احنا مش في المربع الذهبي على الأقل يبقى مصر ما جاتش عامل الأرض، لكن نلعب النهائي دور كبير. هو ده بقى في أي حتة لازم نبقى في المربع الذهبي. صحيح. ويبقى بكره الماتش، عشان ما اقولكيش مربع ذهبي بس، يبقى بكره ماتش السيمي فاينل ثم نقرر نلعب مباراه نهائيه ولا لا. في مصر التواجد في المباراه النهائيه هو الطبيعي جدا جدا جدا، لا هو منحه من حد ولا نقول عليه لاجيري شكرا. اول شكر لاجيري والذين معه حين يفوز بالكان 2019 الكاس. صحيح. نفسها. صحيح. استاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، نورتنا النهارده اكيد في كلام في الميديا في قناه النادي الاهلي كالعاده. شكرا شكرا، بشكر حضرتك على وجودك معانا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في حلقات جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.